ورحب بكم أعزائي الطلاب في المحاضرة الثالثة الخاصة بالـ Process Dynamic Control. في المحاضرة السابقة أخذنا أنواع الكنترولرز وكانت هي الـ Proportional Control والـ Proportional Integral Control والـ Proportional Integral Derivatives. الآن في هذه المحاضرة حنتكلم عن الـ Dynamic Behavior of Closed Loop Process. فبس مراجعة سريعة لأنواع الكنترولرز، فأخذنا بداية الـ البي اونلي كنترول، وكانت الترانسفر فانكشن بالنسبة إلى هي عبارة عن جي سي ايكوال كي سي. أما بالنسبة للبروبورشنال انتجرال كنترول كانت الـ transfer function بالنسبة إلى هي عبارة عن GC equal KC 1 plus 1 over tau IS، يعني نفس الـ proportional control وضفنا له الـ integral action. بالنسبة للـ PID فهو راح يكون كذلك proportional integral derivative control، وهذا هي الترانسفر فانكشن بالنسبة لها تكون هي جي سي يكول كي سي 1 بلس 1 over tau اي اس بلس tau دي اس. فهذه المعادلة تلاحظون انه راح يكون عندنا بها كي سي اللي هو البروبورشنال كونستانت، وعندنا التاو اي اللي هو الانتجرال تايم كونستانت، ممكن يكون بالminutes أو يكون بالhours. فخلي نكتب هاي الملاحظات حتى لا تنسوها. راح يكون عندنا بالنسبة للKC هو الـ proportional gain، وهو عبارة عن نسبة الـ output على الـ input، و تاو اي اللي هو الانتجرال كونستانت، وممكن يكون بالاورز او يكون بالمنت. وكذلك عندنا الديريفيتيف تايم كونستانت اللي هو تاو دي، وكذلك ممكن يكون الأور أو يكون في المنت. هاي بالنسبة لأنواع الكنترولرز اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة وتعرفنا على كل التفاصيل. إحنا الآن في هذه المحاضرة حنتكلم عن الديناميك بيهيفير. فمثل ما تعرفون لنجي لشيء ببساطة، إنه إذا سابقا إحنا أخذنا الترانسفر فانكشن، فالترانسفر فانكشن اللي سابقا بغض النظر عن إذا كانت لي بروسس أو كانت لي جهاز سيطرة، هو عبارة عن y of s over x of s equal gc of s بهذا الشكل. يعني إذا أردنا أنه نجي نرسم البلوك دايجرام بالنسبة إلى هذا هو gc، هذا هو y، هذا هو x. فبالتالي إحنا نقدر أنه نمثل هذا البلوك دايجرام بعلاقة اللي هي الترانسفر فانكشن اللي تلاحظوها أمامكم بهذا الشكل. فبالتالي ممكن أن أقول الـ y of s هي ليست أكثر من الـ gc of s مضروب في الـ x of s بهذا الشكل. فهذا هو كعلاقة أو mathematical form أقدر أنه أمثلها أو أبين الـ block diagram الظهر أمامكم. طيب هسا إحنا إذا أخذنا الـ closed loop block diagram، نبدي بالكلوز لوب بلوك دايجرام بالشكل الآتي. أولا راح نبدي من البروسيس، فراح نقول إنه البروسيس هي بهذا الشكل، نسميه البروسيس، والترانسفر فانكشن بالنسبة لي حتكون هي جي بي. طبعا هنا أنا حيخرج من عند ستريم
ويدخل إلى ستريم آخر، فنلاحظ هنا أنه من راح يخرج الستريم راح يلتقي ب point of mixing بهذا الشكل، وهذا هنا هو عبارة عن الجي دي أو disturbance transfer function، ويدخل ب disturbance أو load، وهذا كذلك plus يخرج من هاي النقطة بهذا الشكل، وهذا مثل الـ while output، هذا ينتقل من عنده بهذا الشكل، هذا مثل الـ measuring device. نرمز له بالجي ام. الخارج من الميجرينج ديفايس بلوك هذا راح يكون هو اسمه واي ام، وده يلتقي مع الواي سيت بوينت، هذا اشارته بلس هذا اشارته ماينس، واثنيناتهم دي يلتقون في كومبريتر اللي تلاحظوه اللي عليه علامة اكس اللي يخرج من عنده اللي هو الابسلون، والابسلون راح يدخل الى الكنترولر، اللي ترانسفر فانكشن بالنسبة لها تكون هي جي سي، ومن الكنترولر يذهب الى فاينل كنترول إليمنت اللي ترانسفر فانكشن بالنسبة لها تكون هي جي اف. طبعا هنا الاوتبوت هو سي، الخارج من الكنترولر، الخارج من ال FCE هو حيكون M بهذا الشكل. فهذا هو البلوك دايجرام للكلوز لوب سيستم. طيب هسه احنا اذا ردنا انه بالاعتماد على نفس المبدأ اللي سويناه قبل قليل اللي هو هذا، انه نقدر انه نسوي mathematical expression للبلوك دايجرام، وبدينا بالبلوك الوحدة، فممكن كيف ممكن انه نوصل للكلوز لوب او نقدر نعوض عنه بماثماتيكال اكسبريشن، فهذا نقدر نسميه انه البلوك دايجرام اللي هو الكلوز لوب سيستم. فهسه راح نقول هنا أنا will try to represent the block diagram by a mathematical model or mathematical form. بشكل الآتي، بداية راح نبدأ من البروسس، نشوف انه شنو عندنا البروسس، هي دي يخرج من عندها Y ودي يدخل من إلها M، فبالتالي البروسس اللي هي transfer function بنفس الوقت نلاحظ انه دي يدخل إلها يعني ال Y دي يدخل لها 2 streams، فهذا stream الأول اللي هو كذلك اسمه Y، وهذا هو الستريم الثاني اللي هو جي دي مضروبة في الدي، فالواي في هذه الحالة راح تكون بشكل الآتي. بالنسبة للبروسيس راح تكون هي عبارة عن واي اوف اس عبارة عن جي بي اوف اس مضروبة في ام اوف اس الستريم الداخل إلها بلس GD of S مضروبة في D of S. فالـ Y of S مثل ما تلاحظون هتكون هي عبارة عن حاصل جمع الـ Transfer Function مضروبة في الستريم الداخل إلها بالاعتماد على نفس الـ Transfer Function اللي أمامكم، هذا هو كـ Output هو عبارة عن الـ Transfer Function Plus مضروبة في الـ Input، فهذا حيكون بالنسبة للستريم الأول أو اللي بيناه لكم بهذا الشكل،
ونفس المبدأ أنه بالنسبة للستريم الثاني هيكون هو عبارة عن transfer function multiplied by the d of s. فظهرت عندنا بهذا الشكل. هذا هو ما يمثل لي ال y of s بالنسبة للبروسيس. طيب نجي هسه بالنسبة للمجرد ديفايس. المجرد ديفايس إذا ترجع عليه حيكون هو عبارة شنو الأوتبوت من المجرد ديفايس هو ال y of m، وبالتالي راح يساوي لي ال transfer function المضروب في stream الانبوت اللي هو هيكون هو كذلك y. فبالتالي راح يكون بهذا الشكل، راح يكون عندنا y m of s هو عبارة عن g m of s multiplied by y of s بهذا الشكل. طيب بالنسبة للكنترولر، الكنترولر انتبه عليه، لاحظ انه قبل الكنترولر عندنا الاي. الاي شي مثل اللي اذا ترجعون للمحاضرة السابقة هتلاحظون الاتي، انه الابسلون هو عبارة عن الواي سيت بوينت ماينس الواي ام اوف اس. تمام. طيب احنا في هذه الحالة يعني هذا ممكن انه نقول انه represent the compressor. فهذا يمثل لي الخارج من الكمبريتر. ففي هذه الحالة نرجع انه نقول بما انه عندنا ال C of S اللي هو الاوتبوت من الكنترولر هو عبارة عن G C of S transfer function multiplied by ال E، مثل ما تلاحظون اللي هي هيكون هذا هو C of S عبارة عن transfer function اللي هي GC multiplied by E اللي هو E of S. وبالتالي هذا يمثل لي نقدر نقول represent the controller block diagram. فنعوض ال E في معادلة الكنترولر، فنشوف شنو اللي راح نحصله. طبعا بس خلينا نكمل هسه نكتب بقية المعادلات. فبالنسبة للفاينل كنترول إلمنت راح نحصل إنه هو عبارة عن الـ M of S راح يساوي لي GF of S multiplied by C of S بهذا الشكل. فنجي هسه بداية الـ M of S يساوي GF of S اللي هي الـ function الـ final control element multiplied by C of S. طيب ال C of S هي شنو؟ هي عبارة عن ال GC اللي هي transfer function of S multiplied by ال epsilon ال error. فبالتالي المعادلة راح ممكن نكتبها بهذا الشكل، إذا ممكن نقول إنه ال M of S راح ممكن انه يكون يساوي جي اف اوف اس مضروبة في جي سي اوف اس مضروبة في الابسلون. فقط عوضنا عن السي اوف اس بما يساويها اللي جبناه من المعادلة اللي بالعدد. طيب هسه احنا كتبنا المعادلة بهذا الشكل. زين نرجع انه نلاحظ انه الابسلون هو شنو يساوي. اذا ترجع عليه قبل شوية قلنا انه الابسلون هو y set point minus y m. فبالتالي ممكن نقول sub epsilon m epsilon of s
فراح يصير عندنا equal gf of s gc of s مضروبة في حاصل طلع y set point minus y m بهذا الشكل. طيب هسه نجي هنا ممكن انه ال y set point هي ثابتة, ال y m هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن هذه المعادلة. فراح يصير عندنا ال y m equal g m multiplied by y, فراح نعوض عنها بما يساويها. فراح نقول هنا sub y m, فراح نحصل على الآتي g f مضروبة في g c y set point minus, راح يكون عندنا في هذه الحالة g m في ال y بهذا الشكل. هذا الشيء مثلي مثلي قيمة ال m. طيب اذا نرجع لل هذه, اذا حصلنا قيمة ال m بهذا الشكل. طيب احنا نرجع الى الترانسفر فانكشن بالنسبة للبروسيس اللي شو تقول هي ال y الاوتبوت يساوي لي البروسيس ترانسفر فانكشن للبروسيس multiplied by m, وقيمة ال m هسه ظهرت عندنا اللي هي هذه المعادلة مضروبة في plus, يعني هنا راح يكون عندنا plus الترانسفر فانكشن بالنسبة للديستربنس مضروبة في ال d. فإذا عوضنا كتبنا المعادلة بهذا الشكل, يعني راح تكون عندنا y equal gp m plus gd d, نعوض عن قيمة m بما موجود عندنا في معادلة star, فراح نحصل على الآتي. نقدر نقول بهذا الشكل y equal gp gf gc y set point minus y مضروبة في gm plus gd مضروبة في d بهذا الشكل. فهذه المعادلة حصلنا عليها. نحاول انه نسحب معاملات ال y الى هذا الطرف ونرتب المعادلة. فراح نحصل على الآتي, راح تكون عندنا y equal gp gf gc على 1 plus gp gf gc gm, هذا كله مضروب في y set point, زائد راح يكون هو gd 1 plus gp gc gf gm, هذا مضروب في log. طيب هذا إذن هذه هي ما تسمى بالكلوز لوب ترانسفر فانكشن, المعادلة العامة للكلوز لوب. طبعا تلاحظ هنا أنا بهذا المقدار انه هذا المقدار اللي هو gp في gf في gc على 1 زائد gp في gf في gc في gm, هذا يمثل لي the effect of y set point on y. فهذا التأثير ال set point, تغيير ال set point على ال output, في حين هذا المقدار يمثل لي ال disturbance effect on y بهذا الشكل. فهذا ما يسمى هذه المعادلة نقدر نسميها closed loop transfer function, أو نرمز لها CLTF بهذا الشكل.
هسه احنا اذا نجي خلينا نرتب هذه المعادله، هذه هي المعادله العامه او القانون العام، بس احنا خلينا نجي نرتب المعادله بهذا الشكل. خلينا نقول انه if we consider انه GP و GF، GC هو عبارة عن G، فمعادلة الـ closed loop transfer function ممكن انه تكتب بالطريقة الآتية، انه راح تكون Y equal راح يصير عندنا G 1 plus G GM Y set point plus GD 1 plus G GM في D بهذا الشكل. فهنا في هذه الحالة نقدر نقول انه هذا المقدار يمثل لي كست بوينت او الترانسفر فانكشن بالنسبة للست بوينت بارت، وهذا يمثل لي الترانسفر فانكشن بالنسبة لللود بارت. نقدر نسميه بهذا الشكل انه y equal g set point مضربة في y set point plus g load مضربة في d. فممكن انه نبينه بهذا الشكل للتبسيط يعني، ولكن المعادلة الآن حتكون هي مكتوبة امامكم اللي هي red border. طيب نجي هسه بالنسبة لنا إذا نقدر في هذه الحالة إنه نسوي فد بلوك دايجرام مبسط لهذا الترانسفر فانكشن، فراح يكون بهذا الشكل، إنه راح يكون عندنا عبارة عن راح يكون G set point أو الترانسفر فانكشن بالنسبة لل set point، وهذا هو عبارة عن ال Y set point، وفي نفس الوقت الشكل، وهذا هو جي لوب، ودي يدخل الى دي ستريت، واللي دي يخرج منها في هذا الطرف اللي هو الواي. فتلاحظ انه قدرنا انه نمثل الاوفر اول ترانسفور فانكشنز اللي موجوده هنا او الاوفر سي ال تي اف، قدرنا انه فقط للتبسيط يعني انه نمثلها بهذا الشكل، انه نقدر انه نجمع كل الترانسفور فانكشنز نجمعها ببلوك دايجرام واحد ونضيف لها اللود على ما حتى نستخرج الواي. طيب هسه احنا خلينا نكتب المعادلة الرئيسية لمعادلة ال كلوز لوب ترانسفر فانكشن مرة أخرى، واللي راح تكون هي y equal راح يصير عندنا gc gf gp على 1 plus gc gf GP GM وهذا موضوع في Y set point plus راح يكون عندنا نانا GD على 1 plus GC GF GP GM موضوع في load. فالغرض من عنده انه تنلاحظ انه يجب انه كل واحدة من هذه الترمات اللي هو GM الجي بي والجي اف والجي سي اللي موجودة انه يجب انه نعوض بها الترانسفر فانكشن الخاصة بها. يعني نجي على البروسس شنو هي الترانسفر فانكشن مالتها، هل هي فيرست اوردر او سكند اوردر، نعوضها في المعادلة. وكذلك بالنسبة للجي سي ما هو نوع الكنترولر اللي مستخدميه، هل هو بي اونلي كنترول او بروبورشنال انتجرال او بروبورشنال انتجرال ديريفيتيف. فيجب انه نعوض جميع الانديفيدوال transfer functions في ال CLTF. راح نذكر هنا كملاحظة O the individual transfer functions are included. اللي في one هذه الملاحظة.